يعتزم الاستقالة من منصبه خلال ساعات رويترز عن مصادر مقربة من رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، يعتزم الاستقالة من منصبه خلال ساعات. لمزيد من التفاصيل انضم إلينا عبر الهاتف من الخرطوم مراسل الجزيرة مباشر محمد عمر. محمد، ماذا لديك من تفاصيل حول هذا الخبر العاجل؟ نعم بالفعل سالم، قبل قليل مصدر بمجلس أو مصادر بمجلس الوزراء السوداني أكدت لي بأن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك سيقدم استقالته خلال الساعات القادمة. هذه الاستقالة عندما سألنا عن الأسباب، المصدر رد لي بأن الأسباب معروفة، هناك تعثر كبير جدا في تكوين حكومة بالنسبة لرئيس الوزراء السوداني. الرجل كان يبحث بحسب المصدر عن حاضنة سياسية وتوافق سياسي في الساحة السودانية بعد عودته الأخيرة، لكن الطريق أمامه بات معثرا بحسب ما تحدث المصادر لنا، ولم يجد أي سبيل من السبل لتجاوز ما تعثر أمامه بتكوين هذه الحكومة التي كان ينتظرها السودانيون كثيرا. كذلك طبعا من المعروف سالم أن تظاهرات كثيرة واجهت رئيس الوزراء السوداني في الفترة الماضية، آخرها التظاهرات يوم أمس الأول والتي كانت كبيرة بحسب وصف كثير من المراقبين في السودان. هنا تظاهرات ذكرى الثالثة للثورة السودانية 19 من ديسمبر، جميعهم عبروا عن رفضهم للاتفاق الموقع بين رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، وطالبوهم جميعا بالاستقالة. هذه واحدة من الأسباب كذلك التي تحدثت لنا وتحدث لنا بها المصدر الذي حدثنا من مجلس الوزراء السوداني. ويبدو أن الأمور باتت يعني غير واضحة بالنسبة لرئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك كيف سيكون حكومته. الرجل وقع اتفاقا مع رئيس الوزراء السوداني، هذا مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان. هذا الاتفاق مضى عليه الآن أكثر من شهر ولم تتكون الحكومة، لم يستطيع إلا فعل بعض التعيينات هنا وهناك، آخرها كان تعيين قبل قليل حيث عاد لقمان أحمد مديرا للتلفزيون الرسمي بعد أن كانت قد تمت إقالته بعد الإجراءات التي كان قد اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان. طبعا تعلم سالم هناك رفض كبير في الشارع السوداني للاتفاق الموقع كما ذكرت، وقوى الحرية والتغيير المجلس المركزي والتي كانت حاضنة سياسية لرئيس الوزراء قبل إجراءات 25 من أكتوبر التي اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، هي كذلك بعد عودته بهذا الاتفاق رفضت هذا الاتفاق وقالت إنها ستعمل على إسقاطه، وطالبت حمدوك بالرجوع للشارع والرجوع للثورة التي أتت به وليست على حد وصفها الظهور فوق أكتاف الدبابة. لذلك يبدو أن رئيس الوزراء بعد هذا التعثر الكبير بعد عودته في 21 من نوفمبر الماضي وجد الطريق مسدود أمامه وسيقدم استقالته بحسب المصادر التي تحدث لنا من مجلس الوزراء السوداني في غضون الساعات القادمة. وهذا يطرح سالم كثير من التساؤلات فيما إذا قدم حمدوك استقالته في غضون الساعات القادمة، ما هو البديل لرئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك؟ كذلك ما هي الإجراءات التي سيتخذها قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان في غضون المرحلة المقبلة؟ علمنا كذلك أن اجتماعا تم اليوم بين رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان وقوى الحرية والتغيير مجموعة ميثاق التوافق الوطني التي هي أصلا مؤيدة لإجراءاته التي كان قد اتخذها في 25 من أكتوبر الماضي، وكانت أصلا كذلك مؤيدة للاتفاق الموقع بينه وبين رئيس الوزراء الذي ينوي الاستقالة في غضون الساعات المقبلة. خطوة إذا حدثت سالم سيكون لها ما بعدها فيما يتعلق بالشارع الذي هو الآخر يطالب برحيل قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد ورئيس مجلس السيادة ونائبه محمد حمدان حميتي، ويطالب بتسليم السلطة الكاملة للمدنيين ولجان المقاومة ستقول إنها كذلك ستخرج في مواكب يوم 25 من ديسمبر المقبل لإسقاط ما تصفه
بالسلطة الانقلابية.